مرحبا بكم من جديد. هذا برنامج منك نسمع من توا حتى 11 ونص نتاع النهار. نحكيو في الجزء الاول على الجدل اللي صار في منزل الشاكر اثر زياره النائب بمجلس نواب الشعب فايزه بوهلال عمار المعهد الثانوي منزل الشاكر، وتم اصدار بيان من عدد من النقابات الاساسيه بالمنطقه اتهمت فيها صراحه النائب بمحاوله توظيف الفضاء المدرسي وتحزيبه ودخول المعهد بشكل غير قانوني وبشكل ما احترمش وما رعاش الاجراءات الاداريه، واستعملوا لفظ تسللت النائب. هكا كانت عبرت النقابات عن موقفها من هذه الزياره. كان معنا قبيله شويه الكاتب العام للنقابه الاساسيه، واعتبر انه هذه الزياره يعني كانت فيها مخالفه صريحه للاجراءات، ولم يتم اعلام المندوب الجهوي ولم يتم اعلام مدير المعهد، وكانت طالبه المعتمد ورئيس البلديه بالاعتذار على الشيء اللي صار. يعني الرواية اللي قدمتها النقابة فيها الحقيقة تحميل للمسؤولية للسيدة عضو مجلس نواب الشعب فايزة عمار. شنو صار بالضبط؟ علاش مشيت النائب فايزة عمار للمعهد؟ شنو هي الصفة اللي مشيت بها؟ هل هناك فعلا محاولة لتحزيب الفضاء المدرسي؟ هذا كله أكيد باش نتعرفوا عليه مع مدام فايزة عمار، موجود معنا في الهاتف. مدام صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم. شكرا لك مدام على قبول دعوتنا. هات ننطلق معاك، شنو صار في معهد منزل شاكر؟ هل فعلا لم تقومي باعلام السلطات المحليه بدخولك للمعهد، ولا انه وجودك في المعهد يتطلب ويستدعي الاسترخاص من اجل التواجد بالفضاء؟ اولا تحيه لكم وشكرا على اثاره هذا الموضوع. ثانيا الحقيقه تواجدي في منزل شاكر كامله في معتمديه منزل شاكر صاحبه السيد المعتمد والسيد رئيس بلديه منزل شاكر وحتى ممثلة عن بلدية نور، يعني هذا جاء في إطار رقم واحد، هو أنه إحنا عنا الجمعة هذه اللي تحدد هي أسبوع الجهات. أسبوع الجهات هو أنه النائب مطالب باش يقوم بدوره التمثيلي والدور الرقابي متاعه في الجهة في مختلف المعتمديات، برغم أنه أنا نمارس الدور هذا ما ننتظرش في أسبوع الجهات. وبالتالي تواجدي في معتمدية منزل شاكر كان بالضرورة في إطار أسبوع الجهات رقم واحد. اثنين، تواجدي في المبيت وربما حتى في المعهد راهو ما كانش زادة نصل ما في إطار أسبوع الجهات، ولكن أنا رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة والشؤون الرياضية والطفولة بالمجلس الجهوي بالشكل. وبالتالي أنا تواجدي هذيك هو قانوني 1000%، وما يعبرش التواجد غاديك على خرق لحتى شيء ولا حتى البروتوكول الصحي نفسه، يعني حتى الأقسام والقاعات أنا ما دخلت لهمش. وقت اللي تواجدنا غاديك بعد جلسة موجودة في اللي عملناها في مقر البلدية بحضور جميع الأطراف وحتى اتحاد الفلاحين كان حاضرين، لأنه كان مطلوب مني تدارس الملفات العالقة في المعتمدية. ومن جملة الملفات العالقة في المعتمدية هذه احنا عندنا المبيت نتاع معهد منزل شاكر، والناس الكل تعرف إشكالية المبيت هذايا وقداش طولت الحكاية نتاعو وكيفاش كانت فما ميزانية مخصصة للمبيت، إلا أنه الميزانية هذه حولت. هنا 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 فما نقطة الاستفهام. المفروض الأطراف اللي أصدرت البيان هذايا تشوف علاش تأجلت تحضير المبيت هذايا ويبحثوا فيه، مش يجيوا يقولوا تسللت ولا حاطين هنا حراري عبروا كما حبوا. يعني حسب ما فهمت هي محاوله للتغطيه في نظرك على مشكل حقيقي موجود، يعني اثاره ملف تواجدك هو للتغطيه عن ملف اخر اكثر ربما احراج. شوف استاذ، فما مثلا لازم الناس تعرفها، ماذا يعني العمل الرقابي والتمثيلي؟ نسترجع للدستور والنظام الداخلي، لازم تعرف ما هو دور النائب. واحد، اثنين، انا راني رئيس لجنه التربيه بالجهه، ونرجع للبيفيات وللمحاضر الجلسات اللي صارت في الولاية، شكون اللي حضر العودة المدرسية قبل الآخر، ولشكون وجهنا الدعوة؟ لجنة التربية بمجلس الجهوي بصفاقس عقدت أول اجتماع نهار 4 ماي في مقر ولاية بصفاقس للتحضير للعودة المدرسية، وجاونا مشكورين المندوب الجهوي، المندوب الجهوي بصفاقس واحد بصفاقس اثنين، ومعاهم من يمثل قسم الامتحانات والموارد البشريه، ودارسنا وعندنا البيفيت نجموا ترجعوا له في مقر الولايه. فهمتني؟ ثم دعونا الى مجلس الجهوي يخص العوده المدرسيه، وبعد عملنا جلسه اخرى جلسه متابعه. اونتر تون الناس وقتاش فرقت بالعوده المدرسيه يمكن نهار 13 ماي،
تلاقاو عملوا بيفي وعملوا كذا وصحوا فيه. في حين من نهار 4 ماي ونجم نرجع للريفيرونس من نهار 29 أفريل أنا في اتصال مباشر مع السيد الوزير بمعنى أنه العودة المدرسية أستاذ راهي شأن وطني ما هوش شأن العودة المدرسية شأن وطني، لكن يقول لك يعني الزيارات هذه منظمة بقوانين وبتراتيب وبتراخيص، يقول لك أنت ما علمتش المندوب ما علمتش مدير المعهد، فتواجدك في المعهد يعني ما خضعش للتراتيب الضرورية. هل أنه فعلا أنه معناتها يعني الشيء اللي قمت به مخالف الإجراءات الإدارية، خاصة حسب على الأقل ما صرح به كاتب عام النقابة الأساسية التعليم الثانوي، يقول لك أنه سيد المندوب التربية الأسفية قصة 2 كان قام بزيارة للمعهد واعتذر للإطار التربوي عن هذه الزيارة اللي هي كانت خارج، يعتذر باسمه هو ما يعتذرش باسمي أنا سيد المندوب الجهوي. سيد المندوب الجهوي يحب يعتذر لحاجة هو اقترفها، ثم أني لم اقترف أي خطأ وما عندوش حق يعتذر باسمي أنا، يرجع لي ليه أنا قبل يعني سيد المندوب الجهوي، لأني أنا طلبت وأنا في منزل شكر طلبت وما هذاش عليا سمحني. فهمتني؟ رغم اللي أنا في تواجدي في 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 المبيت المدرسي هذية اللي حيوته كلها محلولة وما فيهش باب وما فيهش حتى عساس، ومن بعد جاوا التحقوا بينا. هو جوستمون يقول لك علاش ما دخلتش من الباب، يقول لك دخلت انت من فتحة في في في, في الجدار. محلول هو سامحني ايش نقول لك، راهو محلول المبيت ما فيهش حيت جملة دخلنا هما مفكرينه بالسياج، جاونا العملة طلبنا منهم الإذن دخلنا شفت صورت شفت الحالة اللي موجودة عليها المبيت، وما نحبش نقول الملف هذا لأنه ملف المبيت المدرسي معهد منزل شاكر راهو ملف واحد وهذا كيز محصة أستاذ راهو. ثم أنه العملة هذوما حلونا الباب ودخلت أنا للمعهد، وعلى فكرة راهو ما دخلت لحتى قاعة لأني نعرف أن القاعات معقمة، سألت على البقعة اللي مش يتم فيها مراجعة الدروس وعاينت، ثم دخلت المسألة أخرى دخلت بالساحة متاع تيران دو سبور لملعب الرياضة اللي هو في حالة مزرية جدا واللي المفروض ترزبط له ميزانية، والميزانية اللي ترزبط للملعب هذه حولت بقدرة قادر للمبيت. المسألة لهنا هذا ملف هذا ملف اخر مش مدام هذا ملف اخر هذا ملف اخر نتابعوه في مناسبات اخرى، لكن هات نحكيوا اليوم انت صفتك رئيسة اللجنة الجهوية للتربية والثقافة في جهة صفاقس، يعني المسؤول عن سير رب حسن سير عمل اللجان ويعني تسهيل مهمتهم هو السيد الوالي. السيد الوالي طبعا اتصل شي بي عنده شي موقف من الموضوع، كيفاش تفاعل مع هذا البيان؟ نجم تسألوا انتم، انا ما نجمش نتكلم باسمه هو، نحب ناخذ معلومه من عندك انت اذا كان في باله هو في باله شاف البيان وشاف كل شيء راه وعلى باله بالحكايه هذه وعلى باله لجنه التربيه شنو قاعده تخدم وشنو هيئه ومن وقتاش تخدم في العوده المدرسيه والعوده الجامعيه. مع العلم مع العلم حتى العوده الجامعيه عملنا لها جلستين، جلسه بمفردي في مقر جامعه صفاقس وجلسه بحضور سيد الوالي سيد المعتمد الاول، وكانت معناها جلسه جيده جدا وتعاون من الطرفين ومريناش معناها مشاكل من النوع هذا. ويقولوا باهي باش تفسر انت مالا مدام سامحني استاذ المساله هذه لازم تتوضح جوستمون تسييس العمل تنقولوا معناتها اتهامك بانك تحاول تحزب الفضاء المدرسي او توظف الفضاء المدرسي العمل الحزبي، جوستمون انت كيفاش تقرا هذه التهمه معناتها كيفاش يعني تفهمها؟ لانه انت وجودك غادي تقول بصفتك رئيس اللجنه الجهويه للتربيه، وجودك غادي في اطار متابعتك العوده المدرسيه في اطار اسبوع الجهات وفي اطار عمل النيابي الرقابي، كيفاش تفسر مالا يعني اتهامك مباشرة بمحاولة توظيف وتحزيب الفضاء المدرسي؟ مالا على الدرجة هذية وعلى الخطوة هذية يعني يلزمنا حتى النواب يكونوا تكنوكرات، ما يكونوش نبدلوا القانون الانتخابي، نعدلوا في القانون الانتخابي من كل النواحي. على الخطوة هذية يكون السيد وزير التربية يلزم يقدم استقالته بالشكل هذا متحزب ولا غير متحزب؟ سيد وزير التربية كيفاش موجود غادي؟ ما هوش في محاصرة حزبية وتابعة لائتلاف الحاكم اللي هي الكتلة الديمقراطية في المجلس والتيار الديمقراطي. إذا كان فما أساتذة أخرين أو وزراء أخرين متحزبين وهما دخلوا في إطار هذا مثلا محاصرة حزبية في تشكيل الحكومة، يندرى نقولوا لهم لا برا مش يقدم استقالتك توا، وانا نقول الكلام هذا بالشكل هذا قدم استقالتك انت متحزب. ما حصل مع نائب فايز عمار هل هي السابقه يعني النواب الاخر ثم نواب معناتها اخرون توجهوا الى معاهد واشرفوا على استئناف الدروس؟ ما كنتش نقول لك ثم نواب اخرون وهما ماهوش مستقلين وهما على احزاب سياسيه توجهوا للمعاهد هذيا ودخلوا للمعاهد بصفتهم كنائب ولهم الحق في ذلك ولم يوجه لهم نفس الملاحظات. اما فايز وهلال عمار اللي توجهت
بصفتها كنائب وبصفتها كرئيس لجنة التربية بمجلس الجهة وبالساقط يتوجه لها الملاحظة هذه اللي يقولوا تحزب وإلا تمارس في تحزيب المؤسسة التربوية وتسييس المؤسسة التربوية. لا عملت حملة انتخابات، لا احنا في وقت انتخابات، ولا احنا في 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 زمن معناها انتخابي باش يتهموني بالشكل هذا. تعتبر انه البيان النقابي هذا بيان مسيس؟ اذا كان هما سيسوا العملية هذه كاملة اعتبروا بان البيان النقابي مسيس. حقيقة أنه فما من النقابات من هو ينتمي إلى حزبك وأمضى على هذا البيان المشترك، لأنه هذا الكلام يرد على لسان كاتب عام النقابة للسيادة التعليم الثانوي. له ذلك، احنا في دولة ديمقراطية ونبني في جمهورية ثانية، مسار ديمقراطي لم يكتمل بعد، وأنا أؤمن بهذا وأؤمن أنه كل حد حر يعمل اللي يحب في إطار الشرعية وفي إطار القانون. كما كذلك ما عندهمش الحق أنهم يتهموني بالتحزيب ومتهمة تحزيب المؤسسة التربية. والله الحقيقة شيء يضحك في الإرشاد. أنا عندي ملاحظة أخرى، نفس المؤسسات هذه ونفس الفئات هذه، ومع الأسف حتى وزارة التربية ربما انخرطت في الموضوع، تقول لا للتسييس المعاهد والمؤسسات التربوية، وتمنع منظمات وطنية كما الكشافة والهلال الأحمر على أنها تتواجد داخل المؤسسة التربوية. يعني إذا كان الموقف من هؤلاء سلبي، لا أستغرب أن يكون الموقف. فما إفراط في الخشية من تحزيب المؤسسة التربوية، فما إفراط، فما معناتها يعني شطط في هذا الموضوع بمنع الجمعيات والمنظمات من التواجد بالمعاهد. أنا أشوف هذا تخوف، والتخوف هذا ربما وراه عجز على مواكبة ما يطلبه الناس، ما يطلبه المواطنين، لأنه استاذ هو قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي وقطاع الثقافة، هم من القطاعات اللي هي بامتياز ما تخضعش للمزايات السياسية، واللي بها هي ترتقي تونس وتتحسن الوضعية، حتى الوضعية الاقتصادية متاعها. إذا كان احنا نجيو لهنا ونقولوا راهو لا لتسييس المؤسسة، احنا ما احناش نسيسوا فيها المؤسسة. أما إذا كان يحبوا يمشوا في الخطوات هذية، يمشوا في خطوة إزاحة وزير التربية وأي وزير آخر يكون حتى هو متحزب. الحقيقة واضحة المسألة وجلية جدا، ونشوف هي حرب ومش في وقتها وسيئة الاختيار، ومن لا في الزمن ولا في المضمون. فما تحرك باش تقوم به السيدة النائب فايزة عمار في علاقة بهذا الموضوع؟ يعني فما إجراء باش تقوم به؟ فما ردة فعل قانونية باش تقوم بها في علاقة بهذا البيان اللي اصدر؟ طبعا أنا عندي من نعمل وعندي من رجع، وعندي خطوات باش نعملها، ونجم نقول لك وهو ماجستير باش نقوله. سأواصل في عملي النيابي والرقابي والتمثيلي بنفس النطاق وأكثر. سأواصل في ترأس اللجنة الجهوية للتربية والثقافة، سأفتح الملفات باش نعاون جهتي باش نحسن الوضع والبنى التحتية وكل ما عنده علاقة بالثقافة والتعليم العالي والتربية والشباب والطفولة، وسنصنع بإذن الله حاجات اللي ما عملوهاش الناس واللي قاعدين توا يعطلوا فيها. وهذا هو ردي، العمل ولا غير العمل، ولن أتراجع قيد أنملة. هذا هو ردي لهؤلاء. شكرا لك السيد النائب فايزة عمار عضو مجلس نواب الشعب. يعني شكرا على كل هذه التوضيحات، على كل هذه التفاصيل، على يعني توضيح بعض النقاط في علاقة بزيارتك للمعهد الثانوي بمجلس الشاكر، واللي أثار الحقيقة جدل كبير داخل مختلف النقابات الأساسية، واللي أدفعهم إلى إصدار بيان مشترك ندت بهذه الزيارة. إذن تأكد السيدة النائب أنه زيارتها كانت في إطار ممارسة العمل الرقابي، عملها النيابي، ويعني جاء كذلك في إطار أسبوع على الجهات، ولأنه العودة المدرسية هذه تشتغل عليها لجنة الجهوية للتربية منذ 4 مايو في صفاقس، وبالتالي ما فهم حتى غرابة في كوني تواصل متابعة هذا الملف والسهر على حسن سيره. هذه كانت تقريبا خلاصة ما ورد على لسان النائب فايزة عمار عضو مجلس الشعب.